اليوم ياسير واش انت داير؟ يعني بحساب ان الاضواء انها خاصها تبقى شاعله عليك، شنو اللي غيخليك قريب للناس؟ هو الاعمال ديالك. الاعمال باش انك تغني وتعزف راه ماشي سهله. بقيت كنسمع خاصك تغني، خاصك تغني، خاصك كنسمعها بزاف. واش يعني المشاركه في الكورال كانت سهله وخصوصا مع فنانين كبار؟ قال لي هذا غيكون موسيقي، هذا خصو يمشي في الموسيقى، واللي كيخرج من القلب كيوصل للقلب. وبقاو معايا ديما وشكرا لكم.